ومن الحالة المرورية هنروح للتعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، واللي شهدت استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري أمس. استقر سعر الدولار عند سعر 15 جنيه 61 قرش للشراء و15 جنيه 71 قرش للبيع. أما اليورو فسجل 18 جنيه و49 قرش للشراء و18 جنيه و70 قرش للبيع، مع عدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك. أما الجنيه الاسترليني فسجل امبارح 21 جنيه للشراء و55 قرش للشراء و21 جنيه و79 قرش للبيع.